مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. وفقا للتقارير قد تقوم هايبي باتخاذ خطوات للاستحواذ على SM للترفيه جنبا إلى جنب مع المؤسس والرئيس السابق لها لي سومان، وتأتي هذه الشائعات في أعقاب تقارير تفيد بأن كاكاو قد تتطلع إلى بيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من إنكارها الرسمي لقيامها بذلك. ويتوقع المطلعون على الصناعة أيضا أن العديد من الشركات بخلاف هايبي تسعى إلى الاستحواذ على SM بعد فشل صفقة شراء العلامة في العام الماضي. تقول الشائعات الأخيرة الآن أن رئيس شركة هايبي بانك شيهيوك يتواصل شخصيا مع صناديق الأسهم الخاصة مع اقتراح لشراء SM. وتشير شائعات أخرى إلى أن رئيس شركة SM للترفيه السابق لي سومان يسعى للعودة إلى الشركة بعد بيع 14.8% من حصته في وكالة SM للترفيه لشركة هايبي. ويشاع أيضا أن شركة الألعاب إنسي سوفت وشركة الأزياء F&F ومجموعة الترفيه الأمريكية MGM تسعى للاستحواذ على SM. في أخبار ذات سلة، أطلقت كاكاو مؤخرا عملية تدقيق جنائي لإزالة المديرين التنفيذيين لوكالة SM للترفيه الذين يزعم أنهم أطاحوا بلي سومان. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.